احرمت من السعدية بعد ان صليت صلاة الفجر، ثم انطلقت وجئت الى مكة للعمرة، لكنني نمت نوما متقطعا في السيارة، وعند وصولي الى الحرم نسيت ان اتوضأ وبدأت بالطواف للعمرة ولم اتذكر الا بعد الانتهاء من ركعتي الطواف، ما حكم عمرتي؟ النعاس من الجالس لا يضر، فاذا كان ما يحصل لك نعاس يسير وتستيقظ ثم يعاودك النعاس فهذا قل من يسلم منه ولا يضر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة في المسجد حتى تخفق رؤوسهم من النعاس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم.